السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدنا نحضر حلا بارد، كتير سهل وكتير بسيط وسريع، ما بيحتاج لفرن، مكوناته بسيطة إن شاء الله، متوفرة بكل بيت. هلا إن شاء الله بنروح على طريقة التحضير. منبلش بسم الله. أول شي بدنا نحضر القالب اللي بدنا نحضر فيه الوصفة. أنا بدي أحضره بهاي الصينية. هاي الصينية قطرة 24 سنتي، لازم أغلفها بالنايلو، نايلو غذائي طبعا. نحط وحدة كمان بالعرض هيك، تمام. عندي هون 3 موزات بدي أقطعها. أقطعهم دائري طبعا، ما بدنا اياه كتير رقيق، بده يكون هيك شوي سميك. هلا ان شاء الله بدي اصفهم بالصينية هيك، صار عندي جاهز. هلا ان شاء الله بدنا نحضر البودينج. عندي هون انا 3 اكواب حليب 750 ملي، عندي هون نص كوب سكر، طبعا هون حلا قد ما بدكم، ممكن اكثر ممكن اقل، 100 جرام. عندي هون 3 معالق نشا، 3 معالق كبار طبعا. عندي هون 3 معالق طحين و3 معالق كاكاو. هلا بخلطه على البارد. عندي هيك تخلط كتير مع بعضه منيح. هلا بشغل عليه الحرارة، بضل بحرك فيه لحتى يغلي. انا عندي هيك البودنج غلى، هلا بدي اطفي عليه النار. عندي هون 2 معلقة كبار زبدة، عندي هون فانيلا، واذا بتحبوا تضيفوا هون كمان شوية شوكولاتة تعطي نكهة طبعا اطيب، هاي خيالي طبعا. انا هون حاطة شي 100 جرام، ممكن شوكولات شيبس، ممكن شوكولاتة عادية، الواح تقسموها وتحطوها كمان بصير. هيك صار جاهز. هاي الصينية اللي جهزناها قبل، هلا بدي انزل الخليط فوقه. بسم الله، نساوي هيك السطح. عندي هون بسكويت الشاي، بصفه على وجهه كمان. عندي جاهز، هلا بغطيه وبحطه 2 3 ساعات بالبراد لحتى يبرد مزبوط، ومنقدمه بصحن التقديم. انا عندي هيك الحلا برد وجمد، لازم نقلبه بصحن التقديم. يلا بسم الله. لازم نقسم منها شقفة، نفرجيكم قلبها من جوا. بسم الله، شايفين هذا هو. بتمنى يكون عجبتكم، شفتوا قديش سهلة وسريعة، بجد أكلة كتير كتير طيبة هيك وباردة وخفيفة. بتمنى تكون جربوها. بتمنى إذا عجبتكم طبعا ما تنسونا تحطوا لنا لايك واشتركوا بقناتي إذا ما كنتم مشتركين، وأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.